ولنقاش أسباب وتداعيات الهجوم المسلح الذي وقع في فيينا ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي. أهلا بكم سيد محمد. تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. كيف يمكن قراءة هجمات فيينا المسلحة والتي أدت إلى سقوط 5 ضحايا حتى الآن؟ يعني سيدتي بالتأكيد ويدخل في خانة الإرهاب، كان حقيقة استهدف أماكن مدنية، هذه المرة استهدف أماكن ذات طابع ديني، لذلك الهجوم بالطبع يسعى إلى تأزيج نوع من الصراع الديني الذي سينعكس بالتأكيد على المواطن، سواء كان المواطن من كلا الديانتين المسيحية كانت أو الديانة الإسلامية. وحقيقة يعني عمل مرفوض وعمل أصبح الآن يهدد السلم والأمن الموجود في أوروبا، لكون أنه تكرر من فرنسا انتقل إلى النمسا، وهذه الدول دول ذات حدود منفتحة على بعضها، فبالتأكيد سوف يؤثر. تدخل الجيش الآن أصبح موجود، لذلك سيدتي الكريم يبقى المواطن في النتيجة هو الوحيد الذي تقع على يعني على عاتقه نتائج هذه الأعمال. ما توقعاتكم للجهة المسؤولة عن هذا الهجوم؟ يعني سيدتي بالتأكيد هو المنفذ كان على قائمة المخابرات النمساوية في المراقبين والمتعصبين، ويعتبر يعني هو أحد 90 متعصبا في النمسا كانوا يحاولوا السفر إلى سوريا والمشاركة في المعارك الموجودة في سوريا. فهذا الشخص هو يعني يعتبر، تستطيع أن تقول بأنه يعتبر شبه منظم. هنالك كانت حسب التقارير التي أصدرتها الشرطة النمساوية هنالك علامات على أنه قد يكون منتمي إلى تنظيم داعش. فبالتأكيد سيدي الكريم المواطن العادي سواء كان المواطن المسلم ولا المواطن المسيحي في أوروبا لا يقوم بهذه الخطوات من دون تنظيم مسبق ومن دون تخطيط مسبق ومحاولة لتأجيج حالة سوف يتحمل المواطن والمجتمع هنا، بالإضافة إلى ما موجود من جائحة كورونا سوف يتحمل مسؤولية كبيرة. نعم، بالحديث عن هذا التأجيج، إلى أي مدى يمكن ربط هجوم فيينا بالتصعيد الأخير الذي أطلقه الرئيس الفرنسي ضد الإسلام والمسلمين في الغرب؟ يعني هي كانت البداية حقيقة من تصريحات ماكرون التي استفزت شريحة كبيرة من المجتمع الأوروبي، الشريحة المسلمة. لكن مع ذلك يبقى أنه الفعل ورد الفعل لا يجب أن يكون لمستوى يرتقي إلى مستوى القتل ومستوى الإرهاب، لكن بالتأكيد ما حدث في فرنسا له تأثير في المجتمع الأوروبي. هنالك استياء كبير من ما حدث في فرنسا ومحاولة الإساءة إلى 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 الدين الإسلامي. فالأمور في أوروبا سيدتي الكريمة الآن يعني ليست جيدة، خصوصا بعد هجوم النمسا. هنالك احتياطات كبيرة الآن تجري في بقية الدول الأوروبية. الحدود أصبحت الآن شبه مغلقة، هنالك إجراءات أمنية جديدة في محاولة لمنع حدوث أي هجوم آخر. كيف يمكن حيازة هذا الكم من الأسلحة وتنفيذ هجوم في أماكن متفرقة من العاصمة فيينا في دولة محكمة أمنيا؟ يعني سيدي كما ذكرت بأنه التقارير الرسمية التي أصدرتها الشرطة النمساوية تقول بأن الشخص منظم ولديه هنالك علامات وهنالك، والتحقيق ما زال مستمر، لكنه هنالك شكوك كبيرة بأنه قد يكون منتمي إلى تنظيم داعش. وهذا ليس الهجوم الأول، وحتى هجوم فرنسا ليس الهجوم الأول. هنالك ما التقارير الاستخبارية التي تصدرها دائما الحكومات الأوروبية بأنه هنالك قد توجد خلايا نائمة،
هنالك قد توجد خلايا ممولة سياسيا أو لديها أهداف سياسية. لا ننسى بأنه استخدمت هذه العمليات سابقا في محاولة التأثير على الانتخابات في أوروبا، وفعلا اليمين المتطرف في بعض الدول حصل على نتائج كبيرة نتيجة لهذه الأعمال سابقا. شكرا جزيلا لك الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي لامي، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين.